وحشوك اخويا. سلام. كانت هذه توحشت والله. مع الخدمه هذه اكله جزائريه سميتها الخبز المحروق ياك. بالزبده والمعجون تاع الاسنان تما تاكل يغسل الاسنان ديالكم. هذا المعجون والله الا توحشوك الناس عزيز. كانت هذه توحشت. عرفت جاك الفلتر يهبل نفهم كيما بديعه. لا بديعه درت الفيلر عندنا. مرحبا اللي بغى يدير الفيلر عندنا. مرحبا كنديروا الفيلر دابا والبوتوكس. مرحبا بديعه كانت ها البي ار بي ولتهم اجا بديعه. شوف عندك هاي شرتك اختي شت. شوف البنات شكون جاي لك. وخرج هبطل المغرب غدا. صح والله. وغدا هبطل المغرب هبطل بديعه المغرب فهمتوا. شو سميتو هذوك اللي تكونوا في المطار اللي كتعطيو باسبور؟ الديوانه. الديوانه ها هي بديعه عقلوا عليها مزيان. عافيت. حيرهم حيرهم. شكون؟ الديوانه. لا ولاد البنات نحبهم. راك انتم الجزائريين ما تحبوش المراركه ديالنا. لا انا نحبهم خوتي المعركه. حنا الجزائريين خاوه خاوه. عندنا عداوه. شفتكم البنات؟ صوفيا ولات الجزائر في المغرب نو ما عارف. ودرت البوتوكس شوفوا الفرق. لا دابا حنا قول لي شي كلمه للديوانه. الله يخليكم تشفوا قراتنا. والله الا كتخاف قسم بالله انا خايفه منكم. شوفوا لا لا ما تنخافش بالعكس احترم نفسك احترموا كل الناس. لا يا براحة قالت لك درت بوتوكس باش ما يعرفونيش خاطر عاد كيجي. والله يا خوتي الديوانه لا خايفه منكم. شوف المهم عقلوا عليها هي بديعه. تبقاو تقلبوا ليها في الباليزه راه كتهرب داك ديال الكراويلي. لا لا اختي والله تنشوك. ايوا صافي هانا هانا غدا جايه طيارتي غنزل مع 11. انا غدا ما غاديش شدي ولكن السفريات اللي درتي قبل ديتيه معاك كتبيعهم لشي ناس كبار في الدار.